لسه مستمرين معاكم مشاهدينا، وأول أيام عيد الفطر المبارك بنرصد مظاهر الاحتفال وخروج المصريين للاحتفال في أول أيام عيد الفطر المبارك للمتنزهات والحدائق، ويعني الرحلات النهرية في النيل، ممكن الأسرة المصرية أنها تروح القناطر الخيرية. تفاصيل كتيرة هنعرفها من خلال مراسلتنا ولاء الحديني. صباح الخير يا ولاء، وكل سنة وانتي طيبة. صباح الخير وكل سنة وانت طيبة، والمصريين جميعا طيبين وبخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. يعني كما ذكرتي تتعدد مظاهر الاحتفال بالعيد، حيث أن هناك العديد من المتنزهات والحدائق هي مقصد المصريين في عيد الفطر المبارك. يعني للمزيد من التفاصيل نتواجد الآن هنا في الأتوبيس النهري، الأتوبيس النهري الذي ينقل المواطنين إلى القناطر الخيرية وإلى مناطق كثيرة، ويعد من المناطق التي يقصدها المواطنون لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك. ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس محمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية بهيئة النقل العام بالقاهرة. مهندس محمد، يعني هناك رحلات مختلفة يعني يقوم بها المواطنون في العيد، عيد الفطر المبارك، حدثنا عن هذه الرحلات. السلام عليكم. أولا بنهنئ السيد رئيس الجمهورية بعيد الفطر المبارك، بنهنئ الشعب المصري كله، وبنطمن الجمهور إن احنا جنود في خدمة الجمهور المصري في كافة المجالات. احنا عندنا هنا في النهري في اهتمام غير عادي في العيد بالذات، لان احنا عارفين ان الشعب المصري دائما عند بيرتاد المحطات النهريه لقضاء اجازه العيد. عندنا في النهري رحله او رحلات من القاهره للقناطر الخيريه. الرحله بتتحرك هنا بتاخد لها حوالي ساعه ونص ذهاب وساعه ونص عوده، تنتظر هناك ساعتين او ثلاث ساعات، تجيب جمهور الركاب من القناطر الخيريه بنفس التذكره اللي راح بيها بيرجع بيها. عندنا رحله نيليه داخل النيل ساعه، عندنا رحلة عند محطة جامعة القاهرة برضو في النيل بتاخد ساعة، عندنا بالليل برضو فسح داخلية كده لجمهور الركاب من المغرب أو قبل المغرب بشوية لحد بعد المغرب لحد ما ينتهي تواجد الجمهور. لو اتكلمنا عن الإجراءات اللي بتتخذها هيئة النقل العام لتسهيل استقلال المواطنين للأتوبيس النهري، ايه الإجراءات؟ أعمال الصيانة، ايه الإجراءات اللي اتخذتها الهيئة؟ هقول لي معليك، احنا عندنا بالنسبة للهيئة يعتبر غرفة عمليات مستمرة على مدار العام، ويمكن بتشتغل وتنشط أكتر في خلال شهر رمضان استعدادا للعيد. واحنا في النقل نري بهري ونهري، في النقل البري برضو بنحدد كده، عندنا رحلات للاماكن السياحيه والاماكن الهامه في القاهره. وبالنسبه للنقل النهري احنا عندنا استعداد امني وفني وترتيب لخدمه الجمهور. استعداد فني ان الساده المهندسين الفنيين بيقوموا باعمال صيانه من شهر رمضان كده، بتبقى في اعمال صيانه مستمره ومتابعه مستمره لتامين الوحدات الفنيه. تواجد امني زي ما انت حضرتك شايف الشرطه، تواجد الشرطه معانا لتامين الجمهور، متابعه مستمره من السيد الوزير محافظ القاهره السيد اللي هو مهندس رئيس مجلس اداره، متابعه مستمره على مدار 24 ساعه تقريبا، بقالنا اسبوع الناس متواجده الفنيين وكل القيادات موجوده هنا لحد الفطار وبعد الفطار امبارح متواجدين، ومن بدري الكل متواجد نتابع الناحيه الفنيه، النواحي الامنيه، تامين الناس. انت حضرتك شايفه الوحده مؤمنه قدام حضرتك اهي، عليها كل وسائل الامان الموجوده اللي تؤمن الجمهور اثناء رحلته في النهري. فاحنا حضرتك بنسعى دائما لراحه الجمهور. شكرا لحضرتك. يعني المشهد كما ترصده كاميرا الزميل أيمن حارس، هناك عدد كبير من المواطنين في انتظار استقلال الأتوبيس النهري. يعني سيكون هناك مزيد من التفاصيل عن مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك سننقلها لكم في الخدمات الإخبارية القادمة. نعم إليك.
نشكرك ولاء الحديني، كنت معانا في الأماكن الطبيعية ورصد المظاهر الاحتفال للأسرة المصرية من خلال محطات الأتوبيس النهري. مشاهدينا، خلينا نتابع أهم النصايح، إزاي نقدر إن احنا نرفع كفاءة جهازنا المناعي في العيد ونقضي عيد سعيد كله بهجة وسرور وفرح وأمان، من خلال دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيب دكتور مجدي. صباح الخيرات وكل سنة طيبين في العالم كله. يعني في البداية النهاردة أول أيام عيد الفطر المبارك، خارجين طبعا من شهر رمضان الكريم، في سلوك ونمط غذائي مختلف، يمكن في الثلاث أيام بيبقى فيه لمة وتجمع للأسر المصرية، واللمة يعني أكل كتير وأصناف وتنوع في الغذاء. إيه أهم النصايح علشان نقضي عيد آمن وناكل بكميات معقولة من الكحك والبسكويت والحاجات التانية الأخرى، خاصة الأسماك المملحة والرنجة، ففي بيبقى لخبطة في الأكل ممكن أنها تأثر في الثلاث أيام دولت في الجهاز الهضمي والجهاز المناعي للإنسان؟ شوف حضرتك، هو في دلوقتي بنحضر من نشاط نسبي للرياح وفي أجواء مائلة للبرودة، نعمل إيه؟ ما ننساش علاج أمراض الحسية، الطبيب بيحددها، ارتداء ملابس مناسبة خاصة في فترات الليل، تطبيق تدابير الوقائية اللي احنا كلنا عارفينها، التباعد وعدم المصافحة، ما فيش سلامات ما فيش قبلات، واللي هيخرج في أماكن مزدحمة يرتدي الكمامة ما ينساهاش. ترمس بيصحح عيوب التغذية في عيد الفطر. أنا اخترته ليه؟ لأن عندنا ثلاثي سموم شهير جدا في عيد الفطر، عندنا السكر العالي والدهون والدقيق والقمح والحاجات اللي بناكلها بقى، الحلويات كلها كميات كبيرة جدا، فده خطر كبير جدا. أنا شايف إن الترمس مفيد جدا، هيديني 20 فايدة غذائية، قليل الدهون، مغذي، قليل الصوديوم، مصدر جيد للمغنيسيوم والبروتين والمنجنيز، وفي بروتين وفي الياف، والالياف انا عايزها دلوقتي ليه؟ عشان تعمل لي وقايه من الامساك، قص الامساك لو موجود بيخلي فيه بقاء المواد اللي بتضرني سواء حسيات او بتقل مناعه فترات طويله، اما الوقت يقل بتاع الامساك ده بستفيد جدا من المناعه، وكمان بيمنع امتصاص السكر والدهون بعد الاكل، وده مهم جدا في فتره الاعياد، وغني بالبروتين، وده بيبقى مهم جدا لترميم الانسجه التي استهدتك وتجديد النشاط ورفع المناعه كمان. المهم كمان ان هو في 8 معادن، 8 فيتامينات، وفي 3 احماض امينيه بتهم جدا الانسان فتره الاعياد، عيد فرحه زي ما حضرتك اتفضلتي، ايوه عيد فرحه، لان فعلا في كيمياء للفرح، وده بيديني تريبتوفان الحمض الاميني اللي بيتحول داخل الجسد لهرمون وموصل عصب اسمه سيروتونين، وده هو سر الانبساط والشعور بالسعاده والمزاج، وده اللي بيخلي الواحد يضحك او يقهقه او يبتسم. طب دكتور مجدي، ايه نوعية الاكل او المشروبات اللي ممكن ان احنا نستخدمها خلال فترة عيد الفطر المبارك او على مدار السنة للي بيعانوا طبعا من سوء الهضم او مشاكل القولون؟ ناخد، مفيش مانع ناخد الفاكهة وناخد السلطات وناخد الفاكهة قبل الاكل، وما ننساش ان احنا نبعد عن الاسماك المملحه، دي خطيره جدا، الملوحه بشكل عام دي بتعمل لي مشاكل، بترفع الضغط وبتاثر على اجهزه كثيره جدا في الجسم بالضرر، وطريقه صنع الفسيخ والاسماك المملحه بتؤدي الى زياده تركيز ماده الهستامين اللي تخليني ممكن اهرش واعطش ويبقى صدري يضيق ويتوسع الاوعيه الدمويه وتخفض الضغط، ممكن تعمل لي سيلان في الدموع والانف وانقباض في الشعب الهوائيه واحمرار الجلد وحرقان في الفم وصداع، وممكن تعمل لي مع التبديلات العاليه قيء كمان، خصوصا في الاطفال الصغار اللي ممكن يجي لهم تسمم او يجي لهم اسهالات. طب ايه الاجراءات اللي ممكن يعني تقوم بيها الام المصريه او اي واحد يحس باي اعراض مختلفه يتوجه مثلا للطبيب او مستشفى الطوارئ في الحال، ولا مثلا في اسعافات اوليه في البيت ممكن ان هو يعملها قبل ما يلتقي بالطبيب؟ هو طبعا لو حصل اسهال شديد او قيء شديد او ارتفاع درجه حراره تتجه للطبيب فورا، بس نحافظ برضو على حاجه تانية مهمه قوي، قله الميه في الفتره دي ده خطر كبير، والخطر بتداهم بقى اللي هو التدخين، لانه بيعرقل عوده الجهاز الهضمي للاسره كلها بعد رمضان، لانه بيعادي الامعاء وبيقلل من امتصاص الطعام ويزيد من نقص الحديد وبيقلل من كفاءه الجهاز المناعي ويعمل له احتقان في الحلق والفم ويقلل القدره على التذوق ويعادي اللعاب، وده مهم جدا للهضم، ويعادي المريء ويعادي المعده
ويعاد الكبد، وده خطر كبير جدا الفتره دي. يبقى لازم برضو الحاجات دي كلها نراعيها، ونزود كمان فتره النوم عشان نعزز مناعتنا، بقى نرجع بعد العيد يبقى نشيطين، ونحاول برضو نمارس الرياضه والحركه، ونقلل من استخدامنا السيارات والمركبات دي، لان برضو ده بينشط المناعه. دكتور مجدي، حضرتك ذكرت ان في تقلبات جويه ويمكن انها تؤدي للحساسيه وامراض مناعيه ونزلات البرد، واحنا الصراحه مش عارفين نلبس ايه او نلبس اطفالنا او اولادنا الصغيرين اللي هم عرضه لادوار البرد، وخاصه في جو الربيع متقلب وبيبقى فيه امراض حساسيه كتيره قوي. المفروض ان احنا نعمل ايه في الفتره الحاليه؟ منتشر دلوقتي في حبوب اللقاح بتعمل حساسيات عالية جدا، أنف وصدر وعين وجلد وحساسية عصبية أيضا، منتشر الأتربة، وكل تراب جرام واحد من التراب أو الغبار اللي بيجي في الرياح ده بيبقى عليها حوالي 500 نوع من الميكروبات اللي ممكن تضرنا. يبقى لازم احنا النظافة، ونمسح أكتر ما نكنس الأسطح، ونحاول ما نلمس الأنف والفم والعين وكل دينا معقمة أو مطهرة ونغسلها بالماء والصابون، ونحن نلتزم بالعلاج. ان احنا كمان لو خرجنا ورجعنا يبقى لازم نغسل الوجه على الاقل، ونغسل ايد بالعين، ونغرغر وننظف الانف، والاستحمام بافضل، ونخلي بالنا من الملابس خاصه اللي بنلبسها بره بتبقى مليانه اتربه، ممكن لو حضنا حد او دخلنا واحتكينا بالاخرين او دخلناها غرفه النوم هتعمل مشاكل. يبقى نحاول نخلي الملابس اللي فيها الاتربه بره غرفه النوم، او ان احنا نغسلها لو نقدر، ده مهم قوي. وان احنا برضو ان احنا نحاول نقلل من التعرض للعطور دلوقتي في فترة الاعياد، العطور والمعطرات الجو اللي احيانا بتستخدم في العياد بكثره، والبرفانات والحاجات دي بتعمل حساسيه في بعض الناس اكثر من الاخرين. احنا بنشكرك دكتور مجدي بدران، عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه. ومع مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذا البرنامج هذا الصباح. غدا فريق عمل جديد وأسرة جديدة، لكم منا جميعا كل التحية، وإلى اللقاء، وكل عام وحضراتكم بألف خير.